كمثال للسيستم بتاع سيجنال بروسيسنج، هناخد مثلا المثال بتاع السي دي بلاير. السي دي بلاير طبعا احنا عارفين ان احنا السيجنالز بتاعت الساوند اللي احنا بنسمعها على السي دي بتبقى كلها انالوج. اللي بيحصل ان احنا بنعمل لها حاجه بنسميها سامبلنج، وبعد كده بنعمل لها ستورج في ديجيتال فورم. ديجيتال فورم دي اللي هو بيتحط على السي دي، اوكي. بعد كده بتبقى ريد از ديجيتال سيجنال، يعني بالليزر لايت ده بنقدر بسنسور ان احنا نعرف اذا كان في البيت دي بزيرو ولا بواحد. وفي الاخر الكلام ده كله بيخش على ديجيتال تو انالوج كونفرتر، بيحولها للانالوج فورم الاصلي بتاعها، بندخلها على الاوديو امبليفاير بعد كده عشان توصل للسبيكر. ده مثال لسيستم ابتدينا فيه بانالوج سيجنال، عملنا لها ستورج في ديجيتال فورم، بعد كده خدناها من ديجيتال فورم عملنا لها ريكفري علشان نوصلها للسبيكر. وطبعا زي ما احنا عارفين في سي دي بلايرز احنا بنعمل الكلام ده بفيري هاي فيدلتي، يعني بنتكلم على ان السيجنال بتاعتها بتطلع بفيري هاي كواليتي، مش بتبقى حاسين هي متقطعه او فيها اي عيوب.